في وقت العالم فيه في أزمة اقتصادية وندرة، وبنقول اهو العالم يا جماعة العالم في أزمة اقتصادية وندرة في الغذاء، السيسي مش مركز غير مع مكملين. في الوقت ده النظام بيصادر أراضي الزراعة بتاعت الناس عشان يعمل محور السلام في سوهاج، وعشان كده أهالي قرية ولاد خلف أو ولاد خلف تقريبا بيشتكوا. وفي فقرة صوتك واصل سمعنا رسالة الناس دي على فكرة لما وصلتنا في حلقة يوم 19 يونيو، رسالة قرية أولاد خلف أفكرك أهي تفرج. الرسالة بتقول: نحن أبناء قرية ولاد خلف مركز دار السلام سوهاج نرسل إليكم استغاثة من الحكومة وبالأخص وزارة النقل، حيث قررت إنشاء محور يربط بين الطريق الزراعي شرق النيل بالطريق الصحراوي غرب النيل، وهذا المحور سوف يدمر أراضي التي بيت تكفي معيشنا ومنازلنا التي ليس لنا سواها، وسوف يقضي على أكثر من 500 فدان زراعية بالإضافة لمنازلنا. أن نرسل استغاثة من خلالكم ونشر قصتنا للرأي العام، وهذه صورة مسار المحور وما يخلفه من دمار. ورينا بقى كده مسار المحور، ورينا خليك ورينا فين مسار المحور. دي الرسالة. النهاردة طلع أهالي الأولاد خلف يصرخوا كلهم عايزين يقولوا للسيسي إحنا مش عدو، مش إحنا اللي عدو، ركز شوية يا أسطى، مش دول العدو يا سيسي، مش دول الأزمة خالص. على فكرة أزمتك هناك في الحبشة، أزمتك على منابع النيل اللي هتبور ملايين الأفدنة غير ال 800 فدان دول بتوع أولاد خلف. الأثيوبيين دلوقتي بيستعيدوا الملء الرابع وإنت بتجري ورا المصريين عشان تعمل كوبري جديد. ما كفايه كباري بقى، ادي الخبر اهو، الخبر اثيوبيا تعدوا للتفاوض حول سد النهضه برعايه افريقيه. ده الخبر. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللطيف ان حتى الوسيط الامريكي اللي مصر معتمده عليه باعها وبيدعم اثيوبيا صراحه. خبر اهو، مسؤول امريكي يهاجم مصر بشده ويدافع عن اثيوبيا. وبعدين مستنين ايه؟ طيب رايح تهاجم ولاد خلف؟ مش ناقص يا سيسي. اللي بعده